مرحبا، يعطيكم العافية. معكم الطالبة هيا أبو ريان من دفعة فيغاس من كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية. اليوم إن شاء الله رح نكمل شرح Chapter 40 من مادة البيولوجي الجزء الثاني Basic Principles of Animal Form and Function، اللي هي المبادئ الأساسية في شكل الحيوان ووظيفته أو تكوين الحيوان ووظيفته. في الفيديو الأول شرحنا لعند الهوميوستاسيس، وإن شاء الله اليوم بهذا الفيديو رح نكمل شرح الشابتر لآخره. 5 general adaptations help animals thermoregulate. 5 طرق تكيف عامة بتساعد الحيوانات على التنظيم الحراري. هاي الطرق هي insulation هي العزل الحراري، circulatory adaptations تكيفات عن طريق الدورة الدموية، cooling by evaporative heat loss تبريد عن طريق فقدان الحرارة بالتبخر، behavioral responses اللي هي الاستجابات السلوكية، والadjusting metabolic heat production ضبط الحرارة الناتجة عن عمليات الأيض. insulation بلش أول إشي بالعزل الحراري. insulation is a major thermoregulatory adaptation in mammals and birds. العزل هو من طرق التكيف الرئيسية تمام في التنظيم الحراري في الثدييات والطيور. skin, feathers, fur and blubber reduce heat flow between an animal and its environment. الجلد والريش والفرو والدهون بيعملوا على تقليل التدفق او الانتقال الحراري ما بين جسم الحيوان وبيئته الخارجية. circulatory adaptations هي تكيفات من قبل الدورة الدموية. regulation of blood flow near the body surface significantly affects thermoregulation. يعني تنظيم التدفق الدموي بالقرب من سطح الجسم أو من الطبقة الخارجية للجسم بيأثر بشكل كبير على التنظيم الحراري. Many endotherms and some ectotherms can alter the amount of blood flowing between the body core and the skin. العديد من الحيوانات داخلية الحرارة والبعض من الحيوانات الخارجية الحرارة بتغير كمية الدم المتدفق ما بين الجلد والجسم أو داخل الجسم والجلد. الكور اللي هو اللب تمام؟ يعني داخل الجسم، والسكن اللي هو الجلد. And vasodilation. In vasodilation, blood flow in the skin increases, facilitating heat loss. الفيزودايليشن هو توسع أو حالة التوسع الأوعية الدموية. شو بصير فيها هاي الحالة؟ تدفق الدم في الجلد بيزيد، ولهيك بسهل فقدان الحرارة. And vaso constriction تمام؟ اللي هو تضيق الأوعية الدموية أو حالة تضيق الأوعية الدموية. blood flow in the skin decreases, lowering heat loss. تدفق الدم في الجلد بقل وبقلل من فقدان الحرارة. إذن بقلل من فقدان الحرارة. نقارن ما بين حالتين، حالة توسع الأوعية الدموية هي vasodilation، وحالة تضيق الأوعية الدموية هي vasoconstriction. بالvasodilation blood flow in the skin increases، بالvasoconstriction blood flow in the skin decreases. بالvasodilation بصير عندي facilitating للheat loss، يعني بزيد فقدان الحرارة، بس بالvasoconstriction بصير lowering للheat loss، يعني بقلل من فقدان الحرارة. The arrangement of blood vessels in many marine mammals and birds allows for countercurrent exchange. ترتيب الأوعية الدموية في الثدييات البحرية والطيور تسمح بالتبادل المعاكس بالحدوث. Countercurrent heat exchangers transfer heat between fluids flowing in opposite directions. المبادلات الحرارية المعاكسة تنقل الحرارة ما بين السوائل المتدفقة في اتجاهات متعاكسة تمام؟ إذن شو هي الكاونتر كارنت هيت اكسشينجرز؟ هي عبارة عن مبادلات حرارية معاكسة. شو وظيفتها؟ تنقل الحرارة ما بين الفلويدز اللي هي السوائل المتدفقة بالاتجاهات المختلفة أو المتعاكسة. كاونتر كارنت هيت اكسشينجرز are an important mechanism for reducing heat loss. الكاونتر كارنت هيت اكسشينجرز اللي هي المبادلات الحرارية المعاكسة أو التبادل الحراري المعاكس هو آلية
مهم جدا للتقليل من فقدان الحرارة. نحكي عن الكندا جوس اللي يوزع في كندا في باتل نوز دولفين اللي هو عبارة عن دولفين له منقار، تمام؟ وقارن هون بشكل عام بين الارتري والفين اللي هو الشريان والوريد. هون مثلا بالإوزة بكون درجة حرارة الشريان أعلى من درجة حرارة الوريد، يعني الارتري أعلى من الوريد، تمام؟ كدرجة حرارة. وطبعا هون البلود فلو هيو بشكل أساسي بالارتري، وبنتقل الدم من الارتري للفين، للفين. هاي الكاونتر كارنت هيت اكسشينجرز بنوعين من الحيوانات. كولينج باي ايفابوريتيف هيت لوس اللي هو التبريد عن طريق فقدان الحرارة بالتبخر. Many types of animals lose heat through evaporation of water in sweat, evaporative cooling. عدة أنواع من الحيوانات بتفقد الحرارة عبر تبخر المياه في التعرق، اللي هو evaporative cooling، التبريد التبخيري. إذا هنا أهم مثال على cooling و evaporative heat loss اللي هو التعرق. Panting increases the cooling effect in birds and many mammals. اللهث أو لما يصير الواحد يلهث بيزيد أثر التبريد في الطيور والعديد من الثدييات. Sweating or bathing moistens the skin, helping to cool an animal down. التعرق والاستحمام أو غسل الجسم بيرطب الجلد وبيساعد على تبريد الحيوان. Behavioral responses هي الاستجابات السلوكية. Both endotherms and ectotherms use behavioral responses to control body temperature. كل من الحيوانات داخلية الحرارة وخارجية الحرارة اللي حكينا عنها في الفيديو الماضي تستخدم الاستجابات السلوكية لتتحكم بدرجة حرارة جسمها. Some terrestrial invertebrates have postures that minimize or maximize absorption of solar heat. لا فقريات الأرضية إلها وضعيات بتقلل أو بتزيد من امتصاص الحرارة الشمسية. Adjusting metabolic heat production ضبط الحرارة الناتجة عن عمليات الأيض. Some animals can regulate body temperature by adjusting their rate of metabolic heat production. بعض الحيوانات تستطيع تنظيم أو ضبط درجة حرارة جسمها، وذلك من خلال ضبط معدل الحرارة الناتجة عن عمليات الأيض اللي هو Adjusting Metabolic Heat Production. إيش بيساعد على تنظيم أو ضبط درجة حرارة الجسم؟ Heat production is increased by muscle activity such as moving or shivering. إنتاج الحرارة بيزيد من خلال نشاط العضلات مثل الحركة أو الشيفرينج اللي هو الارتجاف أو الانقباض أو التشنج. إذا إنتاج الحرارة بيزيد من خلال نشاط العضلة أو حركتها أو ارتجافها، يعني من انقباض، تشنج، تقلص إلى آخره. Some ectotherms can also shiver to increase body temperature. بعض الحيوانات خارجية الحرارة تستطيع الحركة أو الارتجاف لتزيد من درجة حرارة الجسم. هون في عندي رسم بياني ببين العلاقة ما بين الـ O2 consumption اللي هو استهلاك الأكسجين، وحدة قياسها مليليتر O2 per hour per kilogram، مع العلاقة الـ contractions per minute اللي هي التقلصات للدقيقة. طبعا هنا بيزيد، وهذا الحكي وين؟ في نوع من أنواع الأفاعي اللي بتولد حرارة خلال فترة حضانة البيض. Formes python generates heat while incubating eggs. نوع من أنواع الأفاعي بتولد حرارة خلال فترة حضانة البيض. هون بنركز بشكل أساسي على إنه استهلاك الـ O2 بيزيد مع زيادة الانقباضات للدقيقة. Acclimatization and thermoregulation. Acclimatization and thermoregulation اللي هو نسميه التأقلم في التنظيم الحراري أو الأقلمة في التنظيم الحراري. Birds and mammals
can vary their insulation to acclimatize to seasonal temperature changes. بحكي للطيور والثدييات ممكن تغير العزل الحراري لإلها لتتأقلم مع تغيرات درجات الحرارة الموسمية. إذا الطيور والثدييات ممكن تغير من العزل الحراري تبعها أو الجسمي لتتأقلم مع تغيرات درجات الحرارة الموسمية هي البيئة الخارجية. When temperatures are sub-zero, some ectotherms produce antifreeze compounds to prevent ice formation in their cells. هون بنحكي عن إشي مهم اللي هو عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر في بعض الحيوانات، بعض الحيوانات داخلية الحرارة تنتج مركبات مقاومة للتجمد اللي هي الأنتي فريز، تمنع من تكون الثلج في الخلايا. طبعا أكيد إذا تكون الثلج في الخلايا، يعني مثلا السيتوبلازم تبع الخلية صار ثلج، أكيد ما رح تقدر الخلية تؤدي وظائفها بشكل يعني بشكل جيد، فراح تموت الخلية، يؤدي إلى موت الخلية، وإحنا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة. Thermal regulation is controlled by a region of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus triggers heat loss or heat generating by mechanisms. Thermal regulation هو التنظيم الحراري، تتحكم فيه منطقة بالدماغ، تمام؟ إذا التنظيم الحراري مين اللي بتحكم فيه؟ منطقة موجودة بالدماغ. بنسميها الغدة النخامية hypothalamus. هاي الغدة النخامية بتحفز فقدان أو كسب الحرارة أو توليد الحرارة، وبتحفز آليات فقدان أو كسب الحرارة اللي هو heat generating or heat loss. Fever is the result of a change to the set point for a biological thermostat. هلأ في عندي بالجسم، دام إشي بالجسم الحيوان أو جسم الإنسان بشكل خاص، بحكي لي thermostat، البيولوجيكال thermostat اللي هو المنظم الحراري الحيوي، معناها في كائن حي مش في جهاز مثلا. فسم البيولوجيكال thermostat هو عبارة عن منظم حراري حيوي للحرارة البيولوجية في الجسم. فالحمى هي الفيفر، هي نتيجة للتغير في لتغير النقطة المحددة أو الوضع الطبيعي للحرارة البيولوجية أو المنظم الحراري الحيوي. هلا بدنا نحكي انه عن الهايبوثالاموس ثيرمو ريجوليشن اللي هو التنظيم الحراري في الغده النخاميه. هلا الغده النخاميه ما لها بس وظائف، مش حكينا عن الغده الصماء انها لها وظائف هرمونيه اللي هي انتاج الهرمونات عشان التنظيم، كمان هون لها وظائف تنظيم حراري. مثلا الهايبوثالاموس الغده النخاميه مسؤوله عن افراز الاي دي اتش. هلا هون نحكي انه هو هرمون المانع لادرار البول. هون الهايبوثالاموس كثيرموريجوليشن يعني كتنظيم حراري. ناخذ بحالتين هنا الهوميوستاسيس انترنال تمبرتشر اوف 30 يعني من 36 to 38 degrees Celsius، التوازن الحراري، تمام؟ الحراره الداخليه بتكون من 36 to 38 degrees Celsius، درجه حراره سيليسيوس. هلا شو بدنا نحكي بحالتين؟ الحاله الاولى increased body temperature، في حالة زيادة درجة حرارة الجسم شو بصير؟ thermostat in hypothalamus activates cooling mechanisms. مدام زادت درجة الحرارة معناها بدنا تغذية راجعة عكسية اللي هي negative feedback، تمام؟ كرد فعل عكسي. thermostat in hypothalamus activates cooling mechanisms. المنظم الحراري في الغدة النخامية، المنظم الحراري هون بيولوجي طبعا، ليه؟ لأنه في جسم الإنسان أو في جسم الحيوان. منظم الحراري في الغدة النخامية بنشط آليات التبريد، تمام؟ بعد هيك لما ينشط آليات التبريد شو بصير في عندي؟ بصير عندي إشياء. أول إشي sweat glands secrete sweat which evaporates cooling the body. يعني الغدد العرقية بتفرز العرق، حكينا evaporative cooling اللي هو التبريد التبخيري، تفرز العرق. طبعا وين السويت جلاندز موجوده؟ حكينا موجوده في طبقه الادمه في الجلد. which evaporates cooling the body. اوكي يعني بتبخر العرق عشان يبرد الجسم. blood vessels and skin dilate. اوكي capillaries fill heat radiates from skin. شو بصير هون؟ الاوعيه الدمويه في الجلد بتتمدد، تمام؟
مدامها كولينج من درجة بدنا نخفض درجة الحرارة تتمدد بتم فايش عنا ملء الشعيرات الدموية ويصير عندي إشعاع الحرارة من الجلد. إذا صار عندي blood vessels and skin delayed تتمدد تمدد لا الأوعية الدموية في الجلد والشعيرات الدموية تم ملئها وتم إيش إشعاع الحرارة من الجلد. هلا بعد هيك the body temperature decreases, thermostat shuts off cooling mechanisms. هلا كنتيجة على اللي صار عندي نقصان في درجة حرارة الجسم، قلت درجة حرارة الجسم، منظم الحراري البيولوجي بوقف آليات التبريد. ما بنحتاج لأنه وصل للهوميوستاسيس اللي هو الانترنال تمبريتشر رجعت من 36 ل 38 ديجري سيليسيس. هلا في الحالة الثانية لما decreased body temperature لما نقلل أو نقصان درجة حرارة الجسم شو بصير؟ هذا الإشي كستيمولس اللي هو محفز بيأثر على شو؟ على الثيرموستات إن هايبوثالاموس اللي هو بيأثر على المنظم الحراري في الغدة النخامية. تمام؟ activates warming mechanisms معناها شو بصير؟ بنشط آليات التسخين. بصير عندي إشياء blood vessels in skin constrict reducing heat loss يعني الأوعية الدموية في الجلد تنقبض أو تتقلص مما يقلل من فقدان درجة مما يقلل من فقدان الحرارة. وإيش كمان بصير؟ skeletal muscles اللي حكينا عنها سابقا contract shivering generates heat بحكي لي بتتقلص العضلات الهيكلية وارتجافها أو تقلصها أو انقباضها حكينا ممكن يكون تشنج بيؤدي إلى إيش؟ إلى توليد الحرارة. كنتيجة على هذا اللي صار بصير عندي body temperature increases thermostat shuts off warming mechanisms مدام زادت درجة الحرارة ومنظم الحراري البيولوجي بوقف آليات التسخين. تمام؟ هلا هون بالهايبوثالاموس thermoregulation المين ستيمولس يعني المحفز الأساسي للهايبوثالاموس للثيرموستات بالهايبوثالاموس عشان يعمل activation للwarming mechanism أو activation للcooling mechanism هو increasing أو decreasing of the body temperature. هذا بحدد لي شو بيصير. بيأثر لي طبعا هون أثر لي على السويت جلانس اللي هي الغدد العرقية، هون أثر على البلود فيسلز، هون كمان أثر على البلود فيسلز وأثر على السكيلتال موسلز اللي هي العضلات الهيكلية عشان نوصل بالنهاية هدفنا كله هو الهوميوستاسيس اللي هو التوازن الداخلي أو الاستتاب الداخلي. Energy requirements are related to animal size, activity and environment. متطلبات الطاقة تتعلق بشكل أساسي بحجم الحيوان ونشاطه وبيئته. Bioenergetics اللي هي الطاقة الحيوية is the overall flow and transformation of energy in an animal. هي التدفق الكلي والتحول للطاقة في الحيوان. إذا Bioenergetics هي الطاقة الحيوية. مفهومها overall flow إذا التدفق الكلي and transformation اللي هو التحول للطاقة داخل جسم الحيوان. It determines how much food an animal needs and relates to an animal size, activity and environment. Bioenergetics بتحدد لي كم من الغذاء بحتاج الحيوان وتتعلق بحجم الحيوان نشاطه بيئته. تمام؟ يعني بتعتمد على حجم الحيوان animal size activity نشاطه and environment بيئته. Energy allocation and use توزيع الطاقة واستخدامها. Animals harvest chemical energy from food معروفة إنه الحيوانات تحصل على الطاقة الكيميائية من خلال الغذاء. Energy containing molecules from food are usually used to make ATP which powers cellular work. يعني الجزيئات المحتوية على الطاقة من الغذاء عادة ما تستخدم لصناعة الـ ATP اللي هي الـ ATP synthesis which powers cellular work اللي هي بتشغل العمل الخلوي. After the needs of staying alive are met, remaining food molecules can be used in biosynthesis. بعد لما أخذنا أو وفرنا الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، جزيئات الغذاء اللي ضلت أو المتبقية يمكن استخدامها في العمليات الحيوية لإنتاج مركبات معقدة اللي هي عملية البيوسينثيسيس. بيوسينثيسيس هي إنتاج لمركبات معقدة includes body growth and repair
synthesis of storage material such as fat and production of gametes. يعني هاي العمليات الحيوية أو لإنتاج مركبات معقدة مثلا أو لإنتاج مركبات بشكل عام includes body growth اللي هو نمو الجسم, repair اللي هو الإصلاح, repair متى بكون بالجروح مثلا, synthesis of storage material such as fat اللي هو تكوين المواد المخزنة للدهون مثل الدهون, تمام, and production of gametes اللي هي إنتاج الجامدات. نحكي هون عن ال bioenergetics of an animal اللي هي الطاقة الحيوية للحيوان. هنا بشكل عام نحكي إن هون ال external environment اللي هي البيئة الخارجية, هاي ال animal body اللي هو جسم الحيوان أو البيئة الداخلية. أكيد بده يحصل على ال organic molecules in food اللي هي الجزيئات العضوية موجودة في الغذاء. لما تدخل على ال digestive system في جسم الحيوان شو بصير؟ بصير عندي digestion and absorption اللي هو الهضم والامتصاص. هاي عملية الهضم والامتصاص منتج عنها إيش؟ heat أو حرارة, منتج عنها energy lost in feces يعني فقدان طاقة عن طريق البراز. بعد هيك nutrient molecules in body cells, أخذنا المواد الغذائية والعناصر الغذائية جزيئات العناصر الغذائية في الخلايا الجسم اللي بدنا إياها بعد digestion والabsorption, تمام, وصار في عندي energy lost and nitrogenous waste يعني صار عندي فقدان طاقة بالفضلات النيتروجينية. بعد هيك صار عندي nutrient molecules in body cells إلها اتجاهين, يا أما نستخدمها في cellular respiration اللي هو التنفس الخلوي, أو نستخدمها في تكوين اللي هو carbon skeletons اللي هي السلاسل من الكربون. كيف يعني مركبات cellular respiration بنتج عنه heat وحرارة بعطيني ATP molecules اللي جزيئات من ATP اللي هي الطاقة, تمام, وكمان cellular respiration ممكن يعطيني الكربون skeletons بيكون لي هياكل من أو سلاسل من الكربون. طبعا ATP نستخدمها بالcellular work, أغلب الشغل الخلوي نحتاج لشو لطاقة أو ATP بشكل ATP غالبا. كمان cellular work بعطيني heat أو حرارة. ممكن نستخدم ATP بالبيوسينثيسيس اللي هو عمليات تكوين مركبات حيوية معقدة أو العمليات الحيوية اللي ذكرناها سابقا زي تكوين الجامدات, زي النمو, زي الإصلاح إلى آخره, كمان بتعطيني heat. ونرجع نفس الدورة quantifying energy use تحديد أو قياس لاستخدام الطاقة. Metabolic rate is the amount of energy an animal uses in a unit of time. معدل الأيض أو معدل التمثيل الغذائي هو كمية الطاقة التي يستخدمها الحيوان في وحدة الزمن. One way to measure it is to determine the amount of oxygen consumed or carbon dioxide produced. الطريقة الوحيدة لقياس الميتابوليك ريت اللي هو معدل الأيض أو معدل التمثيل الغذائي هو من خلال تحديد كمية الأكسجين المستهلك أو ثاني أكسيد الكربون المنتج. Minimum metabolic rate and thermoregulation الحد الأدنى لمعدل الأيض والتنظيم الحراري. Basal metabolic rate اللي هو BMR اختصارا is the metabolic rate of an endotherm at rest at a comfortable temperature. معدل الأيض الأساسي أو القاعدي هو معدل الأيض لحيوان داخل الحرارة أو ثابت الحرارة في حالة الراحة في حالة الرست أو عند درجة حرارة مريحة يعني نوع يعني في حالة الرست هي comfortable temperature. ها البيسل metabolic rate BMR هذا أول نوع من أنواع الميتابوليك ريت. ثاني نوع من أنواع الميتابوليك ريت اللي هو standard metabolic rate اختصارا لإلها SMR. الستاندرد اللي هو معدل الأيض القياسي أو المعياري من اسمه standard is the metabolic rate of an ectotherm at rest at a specific temperature. هو معدل الأيض لحيوان خارج الحرارة أو متغير الحرارة في حالة الراحة عند درجة حرارة معينة, مش comfortable temperature, عند درجة حرارة معينة. إذا البيسل metabolic rate الـ BMR لمين؟ للإندوثيرم. standard metabolic rate الـ SMR للإكتوثيرم. أوكي؟ واثنيناتهم عند at rest
في حالة الراحة، بس بالبيسل اللي هو البي ام ار بكون comfortable temperature، بالستاندرد بيكون specific اس اس temperature. Both rates assume an ungrowing, fasting and non-stressed animal. كل من هدول المعدلين اللي بيحسبوا معدل الايض يعني، اوكي، بيفترضوا انه الحيوان ما بنمو وصايم ما بياكل ومش مضغوط ولا متوتر ولا متعرض لاي عوامل او ظروف خارجيه، يعني زي كانه بيفترض الظروف المثاليه ومش موجوده اصلا. Ectotherms have much lower metabolic rates than endotherms of a comparable size. الحيوانات خارجية الحرارة لها معدلات أيض أقل من الحيوانات داخلية الحرارة، طبعا لنفس الحجم. نحكي هلأ عن influences on metabolic rates اللي هي التأثيرات أو المؤثرات على معدل الأيض أو معدل التمثيل الغذائي في جسم الحيوان. Metabolic rates are affected by many factors besides whether an animal is an endotherm or ectotherm. يعني معدلات الأيض أو التمثيل الغذائي تتأثر بالعديد من العوامل إلى جانب أن الحيوان هو داخلي أو خارجي الحرارة. Two of these factors are size and activity. اثنين من هذول العوامل هم الحجم والنشاط. إن صار عندي ثلاث عوامل أو مؤثرات بيأثروا على metabolic rate or اللي هو معدل الأيض أو معدل التمثيل الغذائي. أول إشي تصنيف الحيوان إذا هو endotherm أو ectotherm، يعني داخل أو خارج الحرارة. Size اللي هو الحجم. Activity النشاط. Metabolic rate is inversely related to body size among similar animals. يعني معدل الأيض وحجم الجسم للحيوانات المتشابهة بتناسب تناسب عكسي، تمام؟ The higher metabolic rate of smaller animals leads to a higher oxygen delivery rate, breathing rate, heart rate, and greater relative blood volume compared with a larger animal. يعني مقارنة مع الحيوانات الأكبر حجما، معدل الأيض الأعلى بيكون للحيوانات الأصغر. حكينا ليه؟ لأنه العلاقة بين معدل الأيض وحجم الجسم علاقة عكسية. هذا الإشي بيؤدي إلى معدل نقل الأكسجين أعلى، معدل تنفس أعلى، معدل ضربات قلب أعلى، وكذلك حجم الدم بيكون أكبر. بالرسم البياني الآتي بيحكي لي إنه relationship of metabolic rate to body size، العلاقة بين معدل الأيض وحجم الجسم، تمام؟ هلا بالرسم البياني الأول بيحكي لي relationship of BMR to body size، هاي الحالة A اللي هي العلاقة ما بين ال BMR وال body size، الحجم الجسم. هون معطيني حجم الجسم بالكيلوغرام، أوكي، لا حيوانات مختلفة. هون معطيني البي ام ار اللي هو معدل الايض، طبعا بوحدة القاعدة، تمام، البيس اللي هو القاعدة او الاساسي، لتر او 2 بير اور باللوغاريتم او اللوغ سكيل، تمام. هلا معطيني حيوانات مختلفة باحجام مختلفة وبين لي كيف العلاقة ما بين البي ام ار والحجم، وحكينا ان العلاقة عكسية. هون نفس الاشي بس relationship of BMR per kilogram of body mass، يعني ربط لي كتلة الجسم to body size، فاختلف الرسم البياني، ربط لي per kilogram of body mass to body size، تمام؟ ومعطيني الحيوانات نفسها انها مختلفة بالحجم وكيف العلاقة بتصير body mass مع ال BMR. Activity metabolic rate and energy budgets، okay؟ Activity metabolic rate and energy budgets للنشاط، معدل الأيض، ميزانيات الطاقة أو مصروفات الطاقة. Activity greatly affects metabolic rate for endotherms and ectotherms. حكينا من العوامل اللي بتأثر على الميتابوليك ريتس، حكينا إيش؟ الأكتيفيتي اللي هو النشاط. يعني النشاط بيأثر بشكل كبير على معدل الأيض للحيوانات الداخلية والخارجية بغض النظر عن نوعها، سواء كانت endotherm أو ectotherm. In general, the maximum metabolic rate an animal can sustain is inversely related to the duration of the activity. يعني بشكل عام الحد الأكبر من معدل الأيض أو من معدل التمثيل الغذائي اللي بيقدر الحيوان يحافظ عليه
بتناسب عكسيا مع مدة النشاط. إذن شو العلاقة ما بين معدل الحد الأكبر من معدل الأيضل هو maximum metabolic rate an animal can sustain اللي بيقدر الحيوان يحافظ عليه مع duration of activity اللي هي مدة النشاط، علاقة عكسية. Different species use energy and materials in food in different ways depending on their environment. الأصناف المختلفة تستخدم الطاقة والمواد الغذائية بطرق مختلفة، وهذا الإشي بيعتمد على البيئة. يعني الأصناف المختلفة شو بتستخدم الطاقة شو والمواد الغذائية الموجودة في الفود اللي هي الطعام، يعني المواد الغذائية in different ways طرق مختلفة. هاي الطرق وهذا الاستخدام بيعتمد على البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان. Different species use energy and materials in food in different ways. تمام؟ Depending on their environment. حكينا. Use of energy as partitioned to BMR or SMR activity, thermoregulation, growth and reproduction. حكي لي استخدام الطاقة مقسم أو موزع لا معدل الأيض الأساسي أو القاعدي هو والمعياري أو المقياسي، يعني الـ BMR basal والـ SMR اللي هو الستاندرد، وللـ activity اللي هو النشاط، thermoregulation اللي هو التنظيم الحراري، growth اللي هو النمو، reproduction اللي هو التكاثر. تمام؟ energy budgets for four animals هي الميزانيات او مصروفات الطاقه لاربع انواع من الحيوانات. طبعا هون معتبر الهيومن حيوان، طبعا كل بشر هو حيوان وليس كل حيوان هو بشر، فمعتبر انه الهيومن انيمال بس مش كل انيمال هو هيومن. هلا هون وبحكي لي عن الانيمال انرجي اكسبندتشر بالكيلو كالوري بير اور، يعني استهلاك الطاقه السنوي وحدة الكيلو كالوري لكل ساعة. وهي هون أوكي تمام. وهون بدنا نحكي أول ثلاث أنواع من الأنيمالز هي إندوثيرمز. يعني شو يعني إندوثيرمز؟ يعني داخلية الحرارة، وهنا إكتوثيرمز هي خارجية الحرارة. إندوثيرمز ثابتة نوعا ما من ثابتة الحرارة، والإكتوثيرمز بتكون متغيرة الحرارة. نبلش أول إشي بالإندوثيرمز ونحكي عن الأنيمال إنرجي إكسبندتشر كيلو كالوري بير أور. أول مثال من الأنيمالز 60 كيلوغرام فيميل هيومن فروم تمبريت كلاينت، يعني عبارة عن أنثى إنسان كتلتها 60 كيلوغرام، طبعا عايشة بمناخ معتدل. فبدنا نشوف استهلاك الطاقة السنوي لإلها 800,000 كيلو كالوري بير أور. طبعا موزع لي هون بقطاع دائري، مزقل لي البيسل ستاندرد ميتابوليزم هو الماخذ أكبر قدر من الطاقة أو بيستهلك أكبر قدر من الطاقة. في عندي نسبة للريبرودكشن، ثيرموريجيليشن، جروث، الأكتيفيتي حكينا عنهم سابقا. تمام؟ البيسل طبعا نعرف أنه بيصير بالإندو أوكي؟ هلأ هون أعلى إشي البيسل، بعدين الأكتيفيتي، بعدين هون تقريبا ثيرموريجيليشن والريبرودكشن زي بعض، وهون الجروث. ثاني مثال على الاندوثيرمز بنحكي عن 4 كيلوغرام ميل اديل اوكي بينجوين فروم انتاركتيكا برودينج. اوكي هو ذكر البطريق كتلته 4 كيلوغرام وعايش بالقارة القطبية الجنوبية. برودينج يعني بحكي انه مستقر نوعا ما. بيستهلك 340,000 كيلو كالوري بير اور من الطاقة، من 340,000. هنا كمان هاي التوزيعات اللي هو البيسل ستاندرد ميتابوليزم، وهنا الريبرودكشن، هنا ثيرموريجيليشن، بس ما عنده تقريبا ما عنده جروث، يعني هو مستقر نوعا ما. هنا اكتيفيتي، طبعا الاكتيفيتي هو اكبر نسبه هون، اما هون البيسل هو اكثر. مثال الثالث على الاندوثيرمز 25,000 كيلوغرام تمام، أنثى فأر كتلتها 25,000 كيلوغرام من أمريكا الشمالية المعتدلة. تمام؟ then female deer mouse from temperate North America. شوف طلع هون عندها thermoregulation أكبر نسبة، وبعديها نحكي تقريبا thermoregulation هاي البيسل، هاي reproduction أوكي، وهاي شو الactivity أكثر إشي
للاكتيفيتي، لا مو للاكتيفيتي، للثيرمو ريجوليشن. اذا هون الثيرمو ريجوليشن اكبر نسبه اللي هو التنظيم الحراري، والاكتيفيتي وهاي البيسل وهاي ريبرودكشن. تمام، هون 4000 كيلو كالوري بير اور. هلا نحكي عن الاكتوثيرمز، فيها مش البيسل ستاندرد ميتابوليزم، لا فيها الستاندرد ميتابوليزم. تمام، ما فيها الستاندرد، هون فيها هون ما في ستاندرد في بيسل، هون في ستاندرد ما في بيسل. ليه؟ لانه اكتوثيرم. تمام، هلا هون اكبر نسبه نحكي عن 4 كيلو جرام فيميل ايسترن انديجو سنيك، هي عباره عن ثعبان نيلي عايش بالشرق، اوكي، كتلته 4 كيلو جرام، بيستهلك 8000 كيلو كالوري بير اور من الطاقه بكل سنه، اكثر شيء تقريبا للستاندرد ميتابوليزم. في عندي هون ريبرودكشن، هون جروث، اوكي، وهون الاكتيفيتي. تمام، اكبر نسبه للريبرودكشن بالاكتيفيتي تقريبا. اوكي، هلا هون نرجع للاندوثيرمز. في عندي طلعي هون الكتله، كيف الكتله هون اكبر والسايز اكبر، اوكي، معناها هون وهون الكتله اكبر، وطلع كيف هون اكبر استهلاك للانسان، بعد هيك البطريق، بعد هيك في عندي الفار. تمام، torpor and energy conservation، يعني السبات وحفظ الطاقة. torpor is a physiological state in which activity is low and metabolism decreases. torpor اللي هو السبات هو عبارة عن حالة فسيولوجية أو وظيفية بيكون فيها النشاط قليل وعمليات الأيض أو التمثيل الغذائي قليل. torpor enables animals to save energy while avoiding difficult and dangerous conditions. يعني شو أهمية torpor اللي هو السبات؟ بيمكن الحيوانات من حفظ الطاقة للأيام أو الظروف الخطيرة والصعبة. hibernation is long-term torpor that is an adaptation to winter cold and for scarcity. السبات الشتوي اللي هو الهايبرنيشن هو عبارة عن سبات طويل الأمد، هو طريقة تأقلم أو تكيف مع برودة الشتاء وندرة الغذاء أو ندرة وفرة الغذاء. نحكي هون عن فيجر، أوكي، في body temperature and metabolism during hibernation in ground squirrels. ground squirrels اللي هي سناجب الأرض بتمر بمرحلة الهايبرنيشن بالشتاء اللي هو السبات الشتوي. تمام، بدنا نحكي كيف بتكون درجة الحرارة هي body temperature and metabolism خلال هاي الفترة. اوكي، اول اشي نحكي عن metabolic rate، هون نحكي عن temperature. بالرسم البياني الاول بحكي لها عن metabolic rate كيلو كالوري per day. اوكي، هلا بحكي لي هذا الاكشوال ميتابوليزم، هاي الفعلي اللي هو معدل الايض الفعلي او الايض الفعلي. additional metabolism that would be necessary to stay active in winter، هذا طلع كيف في زياده اللي هو الاديشنال الايض الاضافي المهم للبقاء في حاله نشاط في الشتاء. عشان هيك يعني هو ما بده يستهلك طاقه بالشتاء، ما بده يضل اكتف بالشتاء، فبتكون اقل الاكشوال ميتابوليزم بيكون اقل من الاديشنال ميتابوليزم اكيد. هون نحكي عن التمبريتشر ديجري سيليسيوس، ديجري سيليسيوس وهي الاشهر السنه. اوكي، هلا في عندي البادي تمبريتشر، هون في عندي البارو تمبريتشر، في عندي الاوتسايد تمبريتشر. طلع ملاحظ انه الاوتسايد تمبريتشر هون بالشتاء بتكون ابرد شيء او اقل شيء، البارو تمبريتشر بتكون اعلى طبعا من الاوتسايد تمبريتشر، والبودي تمبريتشر بتكون هي الاعلى. بودي تمبريتشر هي درجه حراره الجسم، بتكون اعلى من البارو تمبريتشر. بارو تمبريتشر هو درجه حراره الجحر اللي بيعيش فيه او اللي بيكون فيه بسبات شتوي اللي هو السنجاب. اوكي، والاوتسايد تمبريتشر اللي احنا بدنا نتجنبها وبدنا يعني ما نعرض الحيوان للبرد الشديد، اللي هو ابرد شيء بتكون الاوتسايد تمبريتشر بالشتاء. تمام، استيفيشن، نحكي عن الاستيفيشن or summer torpor. الاستيفيشن هو السبات الصيفي، مش في سبات شتوي، هنا سبات صيفي. summer torpor enables animals to survive long
periods of high temperatures and scarce water supplies. شو بحكي لي؟ السبات الصيفي أو الهجوع الصيفي بمكن الحيوانات إنها تنجو أو تبقى على قيد الحياة بالرغم من الفترات الطويلة من درجات الحرارة المرتفعة وندرة موارد المياه اللي بتأثر على حياتها. عشان هيك السبات الصيفي بحافظ عليها من درجات الحرارة المرتفعة ومن ندرة موارد المياه خاصة في فصل الصيف. Daily torpor اللي هو السبات اليومي as exhibited by many small mammals and birds and seems adapted to feeding patterns. هاي daily torpor هو السبات اليومي بيظهر في العديد من الثدييات الصغيرة والطيور كتأقلم وتكيف مع أنماط التغذية المختلفة اللي هي feeding patterns. كملخص للشابتر بشكل عام بحكي لي الهوميوستاسيس اللي هو التوازن أو الاستتاب الداخلي اللي احنا هدفنا نوصل له بكل جسم. لما يتعرض الجسم للستيمولس اللي هو حافز أو محفز perturbation أو stress، يعني مثال على محفز اللي هو perturbation أو stress الضغط أو الاضطراب. هذا الستيمولس perturbation or stress اللي هو الضغط أو التوتر كحافز بيأثر على السنسور أو الريسبتور، أوكي، بيأثر على المستقبل أو المستشعر في الخلايا. طبعا بنقل الإشارة للكنترول سنتر اللي هو مركز التحكم عشان يعطيني response or effector هو استجابة من قبل مستجيب لنوصل من بشكل للهوميستاسيس، أوكي؟ يعني هاي عبارة عن دورة أو حلقة، تمام؟ دورة أو حلقة بنمر فيها لنوصل للهوميستاسيس اللي هو الهدف الأساسي. الهوميستاسيس اللي هو التوازن أو الاستتاب الداخلي بيأثر عليه stimulus, perturbation, stress، يعني حافز بسبب اضطراب أو بسبب توتر. هذا الإشي بنتقل لمين؟ للسنسور أو الريسبتور اللي هو المستقبل أو المستشعر الحسي. وصلوا للكنترول سنتر اللي هو مركز التحكم. بعدين مركز التحكم بوصله للخلية اللي تعمل response أو effector عشان تعمل استجابة ورد فعل. هاي الاستجابة ورد فعل لازم تأدي لي الهوميوستاسيس. وهيك بنكون خلصنا شرح chapter 40 من مادة البيولوجي. بتمنى تكونوا استفدتوا والله يوفقكم ويعطيكم ألف عافية يا رب.